حصل ان كان في واحد واقف مسجل هنا ساكن في شارع علي فايد، اسمه علي فايد. فهو ايه، كان واقف بيتخانق مع واحد بتاع توك توك، في اتنين من عندنا من الشارع واقفين على اول الشارع. فايه، فهو واقف بيضرب بتاع التوك توك وضربه وموته خالص. فالاتنين ايه قايمين يحوشوا، وراح ماسك فيهم. ففي واحد منهم ايه دخل ايه راح مسك فيه راح ضربه عشان بتاع التوك توك. فهو راح داخل جوه الشارع بتاعهم، راح جاي فرد. فالمهم ايه، الفرد دوت جابه وخرج كان عايز يضرب بيه اللي ضربه. فامين الشرطه على جايه، امين الشرطه، فامين الشرطه بيقول له ده فرد ومش عارف ايه وكده ومش هينفع ان انت تضرب بيه. راح قال له اه ده فرد، وراح واخد امين الشرطه بالدماغ. امين الشرطه راح مطلع الطبنجه بتاعته ضرب 30 في الجو. وبعد كده ايه، الواد راح جري، هو عايز يضرب الواد زي ايه زي ما هو ضربه. فهو بيضرب في الجو، في الشرس خرج من الطبنجه، راح جايب بنت صغيره. البنت الصغيره ديت وقعت يا باشا في الشارع، وهم ابوها كان جنبيها وشالها وجري بيها على خدها على المكنه. امين ما اتضرب بالدماغ، جري بيها جري بيها على المستشفى. بعد كده راح الواد دوت مسكوه قعدوا يضربوا فيه وكده. فهو من ضرب النار وكده والناس عماله تجري، راح خلع منهم وهو هربان دلوقتي مش موجود. بس هو دوت امين، هو دوت مسجل وكده وخطر يعني في المكان هنا.